بصوت واثق وملامح جادة صقلتهما الخبرة والإصرار على النجاح، أطلت ازدهار علاف على خراء وضيوف منتدى الرياض الاقتصادي الذي انطلق الثلاثاء الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتكون المرأة السعودية الأولى على منصة منتدى الرياض الاقتصادي. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا في الاستديو الأستاذة ازدهار علاف، حياك الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم جميعا. جميل، نحن نبغاك في بداية تحكينا عن تجربتك كأول حضور للمرأة السعودية في هذه التجربة. يعني خليني أقول لك في البداية، خلينا نرحب حتى بالمشاهدين لروتانا، وشكرا. طبعا اليوم أنا موجودة وسط أربعة ما شاء الله مذيعات، كل واحدة أجمل من الثانية، أنا مش عارفة فين أتوجه، وهذا شيء حلو يخلينا تسلمي. بس هذا فعلا شيء حلو اليوم، بغض النظر عن مثلا ممكن المدح، بس شيء اليوم جميل يخلينا اليوم نقول كنساء سيدات أو كشابات سيدات اليوم متواجدين في جميع الساحات. طبعا كيف أنا وصلت، أو كيف يعني الكل يمكن مستغرب كيف طبعا بعد 8 سنوات، هو المنتدى عمره 9 سنوات هذه السنة 2020، فكان في 8 سنوات سابقة أبدا ما كان في ظهور أو كان في احتكار للعنصر الرجالي يمكن كبقية القطاعات. لكن كيف ظهرت وليش تم اختيار ازدهار علاف؟ يمكن يعني هي قصة شوية ممكن تكون طويلة، كيف الإنسان أحيانا بيجهز نفسه بالأدوات لفترة طويلة حتى يوصل لمكان معين. كيف أنك أنت تكوني حاضرة في هذا المكان من قبل سنتين وتكون عينك على نفس المنصة بس أنت ما جهزتي أدواتك. في منصات سابقة طبعا جهزتني، المنصة اللوجستية كنت أول سعودية أدير حوار افتتاحي وزاري، الأربعة وزراء كانوا موجودين. فالحمد لله في بعض المنصات اللي هي جهزتني، ما أقدر أقول إنها هي تجربة، لأنه التجربة دائما يعني أنا ظهوري على المنصة مش تجربة، هي فرصة، هي ثقة منحوني هي أصحاب القرار والمسؤولين. اليوم كمان المسؤولين، غرفة الرياض تعتبر هي اللي مسؤولة عن تنظيم هذا المنتدى برعاية خادم الحرمين الملك سلمان الله يحفظه، فيها مسؤولين. اليوم المسؤولين في ظل مثلا رؤية 2030 وملهم الرؤية الأمير محمد بن سلمان اللي بينادي بتمكين المرأة، هم على يعني على اطلاع دائم بالشخصيات المتميزة في مجال معين. فبعد البحث لقيوا أنه في اقتصادية سعودية موجودة في المجال الاقتصادي اللي هي أول محللة مالية سعودية في قناة الإخبارية ازدهار علاف، فتم التواصل معايا. طبعا عملوا لي مقابلة شخصية حتى يتأكدوا أنك أنت على وعي اقتصادي كامل انك انت تقومي في هذا المكان. جميل، فيعني الحمد لله. ما شاء الله ازدهار، وجودك على منصه زي هذه، منصه كبيره يمكن الاكبر في مدينه الرياض، قد ايه ممكن يكون اضاف لرصيد ازدهار؟ انا اعتقد بعد ما طلعت على هذه المنصه هي اصبحت رصيدي كله، هي راس المال. خليني اقول لك حتى مش الرصيد، في الرصيد يعني عباره عن مثلا 5 سنوات في المجال خاصه الاعلامي، فوق 25 ايفنت او منتدى، وانا متخصصه بس في المجال الاقتصادي، يعني ما بطلع في ايفنتات او منتديات، ما بحاول انه انا اخلط، بحاول انه انا متخصصه، يمكن هذا الشيء اللي هو ساعدني اليوم. ما بحاول الخلط من البدايه، كنت بالرغم في بدايه الاعلاميه كنت جايه من القطاع المصرفي، المفترض انه كثير تلاقيهم انهم تركوا وظيفه، بيتركوا الوظيفه بكل ما فيها وبيروحوا مندفعين للعمل، خاصه الاعلامي، الشهره والاضواء. بس انا كنت مقننه ظهوري، كنت متخصصه وكنت مستفيده من 11 سنه ما تركتها، يعني اخذت ال 11 سنه بدايه من مندوبه مبيعات منتجات التكافل وبطاقات شخصيه الى مديره فرع السيدات، فلقيت انه انا اخذت حصيلتي وبدات استفيد منها، اتخصص فيها، اقرا اكثر، احاول انه انا اقرا في لغه الارقام، ما تركتها. يمكن هذه برضها ميزه الكل بتغيب عنه، خاصه في الاعلام، بتلاقي الكل مندفع للشهره، الاعلام هو عباره عن شهره واضواء، وبسرعه بتلاقي اندفاع. لا، انا حاولت انه انا اجمع ادواتي، بدات انه انا الحمد لله طلعت اول كان منتدى اطلع منصه، كان عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مدينة جازان. أنا أشكرهم إنهم هم منحوني بالعكس الثقة، وهنا ممكن أقول تجربة، لأنه أنا قست فيها قد إيش نقاط قوتي وضعفي اللي أنا ممكن إنه أنا أستفيد فيها. فبالعكس هذه المنصة تحديدا منتدى الرياض الاقتصادي، وأنا واقفة في الافتتاح وأمير المنطقة الله يحفظه الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز وهو موجود، ووجوده هو كمان بيقول لي سيدة سعودية وشابة سعودية، تقديم رائع بعد 8 سنوات من تقديم العنصر الرجالي، ما بدنا يزعلوا مننا، بس هو معناها إنه اليوم تمكين فعلا للمرأة، تمكين فعلا للمرأة، وإنك أنت بالعكس واصلي. فأنا أعتقد وجودي على المنصة ممكن أكون يعني أنا بقدم وأنا أقول
هو رأس المال، هو مش حتى يعني كل اللي أنا عملته هذا رصيدي اللي أنا جمعته. يعني زي ما بتقولي أنك أنت كل شهر بتاخدي من راتبك تقتطعي وبتحطي بيصير رصيد، بس أنا أعتقد منتدى الرياضة الاقتصادي تحديدا هو رأس مالي بالكامل. اختيارك كأول مذيعة سعودية يعني تطلع على منصة تيدكس، واخترتي عنوان أتوقع أنه أعطوني فرصة. يعني العنوان مرة جميل، أعطوني فرصة. مرة حلو. أواك تقولين إيش أنا بصة. أعتقد أنه أعطوني فرصة هو كان يعني كلمة السر. كيف لما بتفتح جهازك مثلا بتلاقي فيه كلمة سر لازم تعدي فيها. فحقيقي ازدهار علافة اليوم وجودها إلى منتدى رياضة الاقتصادي يوم الخميس اللي انتهى هو عن طريق كلمة أعطوني فرصة. كل مكان أنا بروحه شرحت على المنصة في تقريبا أقل من نص ساعة أنك أنت كيف بدأتي. أنا خلصت الاقتصاد المنزلي تقريبا قبل خلينا نقول 2010، وكان بناء على رغبة الله يرحمها الوالدة، كانت مصممة أنه أنا أكمل دراستي. أمومتي مبكرة، دائما يعني أقول يعني تحديدا هذه النقطة في حياتي، فكانت مصممة أنه أنا أكمل دراستي. خلصت الاقتصاد المنزلي لقيت أنه أنت كيف حتدخل المجال المصارف اللي أنت شايفة نفسك فيه. دائما في وظيفة زي ما أنا في الإعلام اليوم، في وظيفة وفي مهنة، في شغف، في شيء تحسي نفسك أنت موجودة فيه. موهبة أكيد طبعا. فرحت لأول مصرف، لأول بنك، طلبت منهم يعطوني فرصة. كنت دائما أستخدم كلمة أعطوني فرصة. قلت لهم إلى جاء اليوم أنا ما صرت أقول أعطوني فرصة، صارت الفرص هي بتجيني. بس في البداية، وأنا أتمنى كل الشابات إنهم هم حقيقي، يعني أنا معايا شهادة اقتصاد منزلي قالت لي أنا ما حقبلك. أول بنك قال لي يعني معلش إحنا أسفين، إحنا إدارة أعمال لغة إنجليزية، في وقت إحنا بنتكلم قبل 10 سنوات ما كان أصلا موجود غير البنوك اللي بتعين سيدات، ما كان في اختيارات بالضبط، أو مجال الطب الطبيبات، فما كان في مجال. فكان قدامي اقتصاد منزلي، بس قدامي فيه طموح كمان يعني مختلف، ودي أكمل. أنا رضيت الوالدة الله يرحمها وكملت تعليمي، بس ما كنت أفكر أنه أنا يعني حستمر، أو أنه أنا ودي أنه تكون لي بصمة. فأعطوني فرصة، كنت أروح على كل بنك أطلب منه أنه هو يعطيني فرصة. ما قدرت أنه أنا أمنحك الشغل أو النتائج اللي أنت يعني ترغب فيها، ممكن انه انت تمشي بتلاقي. لا الحمد لله لقيت انه انا الحمد لله في كل مره. بس دائما اذكرهم انه انت لما تطلب الفرصه، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، لازم تكون قد الفرصه. لا تروح تطلب الفرصه وانت مش قدها، لانه حيجيك احباط. يعني منتدى رياضة الاقتصادي لما عملوا لي انترفيو او قبله حتى المنصه اللوجستيه، بالعكس معاهم حق انهم هم يتاكدوا انك انت قادره تكوني موجوده على منصه كبيره. صحيح. مسؤولين، عدد كبير من الوزراء، عدد ضخم من الحضور، فبالعكس يعني يعني اكثر شيء عجبني فيك ازدهار هو شغفك وتمسكك بحلمك. ما وقفتي عند اول باب انصقت في وجهك. يعني لما قالوا لك ايش نبغى في شهادتك هذه، لكن انت من جوا كنت مصره، كنت تعرف انه انت منتميه لهذا المجال وهو هذا المجال اللي تحبيه. خليني اسالك عن منتدى الاقتصادي، ايش ابرز ما جاء في هذا المنتدى لو تكلمينا عنه؟ يمكن الجلسه الاولى هو طبعا اتناول منتدى الرياضه الاقتصادي، هو كانت طبعا دعوه من الملك بدايته النسخه الاولى. خليني بس يعني اذكر بشكل سريع حتى كمان المشاهدين ممكن يعرفوا منتدى الرياضه الاقتصادي كيف بدا. هو المنتدى هذه النسخه التاسعه منه في 2020، لكن 8 سنوات بدا. السنه الاولى طبعا نادى فيه او جات دعوه من الملك عبد الله الله يرحمه لما كان ولي للعهد، نادى جميع القطاع الخاص انه هو يبدا يتواصل او ينمي حتى ويساعد في مسيره الاقتصاد الوطني. فطبعا مين اللي مسؤول عن القطاع الخاص؟ الغرف التجاريه، تحديدا غرفه الرياض. فبدات يعني اجابت الدعوه غرفه الرياض وبدات تتواصل مع القطاع الخاص وانشأ اول نسخه. في كل سنه بيحاولوا انهم هم يجمعوا عده ملفات او دراسات بتكون اقتصادية واجتماعية. هذه السنة تحديدا في النسخة التاسعة كانت عندهم 5 ملفات مهمة، كانت في الإصلاحات المالية، وظائف المستقبل، المشاكل البيئية، الهجرة العكسية، وآخر جلسة كانت عن القطاع الغير الربحي. 5 ملفات. الشيء يمكن المثير للاهتمام في منتدى الرياضة الاقتصادي يعني المختلف عن جميع المنتديات، إنه هو بيصير في عصف ذهني، بتلاقي فيه اختلاف في الآراء، بتلاقي وجود للوزراء على المنصات. بالتالي اللي اكتشفته إنه لقيت الجمهور نفسه أو الحضور ما بتخلص الأسئلة، لأنه الوزير موجود عندهم مباشرة بيرد عليهم، وفي اختلاف في الآراء، في تقبل. في النهاية بيصير عصف ذهني، وبتلاقيهم إنهم هم بيرفعوا الـ5 المبادرات
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه. ازدهار قلتي في النهاية، ختمتي كلامك بشيء مرة جميل، وهذا هو الهدف من هذه المنتديات. يعني فعلا العصف الذهني، اختلاف الآراء ممكن يكون شيء صحيح. جميل نطلع في النهاية يعني مادة أو نطلع بحلول ممكن ما فكر فيها الطرفين، بس أننا جمعنا الأفكار المختلفة مع بعض، وهذا شيء جميل وتشكرون عليه. لكن ازدهار نبغى نتكلم شوي عن وظائف المستقبل اللي حضرتك يعني تكلمتي فيها، كيف تشوفينها وكيف تقرينها في المملكة العربية السعودية؟ اليوم احنا نتكلم المملكة العربية السعودية، خلينا نتحول طبعا شوية في بلغة يعني الاقتصاد، او نتكلم بلغة الاقتصاد. اليوم الوظائف، وظائف المستقبل تحديدا، في ظل كل التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجتمعية اللي احنا شايفينها اليوم، وفي ظل المشروعات، يعني نيوم سماها الأمير محمد بن سلمان المدينة الحالمة، صحيح. معناها أنها هي حتكون يعني لدرجة أنه هي حتوصل كل شيء بالروبوت، فمعناها في بعض الوظائف، بمعنى أنهم هم بيستكشفوا الوظائف اللي حي يعني حي حتكون في المستقبل القريب، وحتندثر بعض الوظائف مثلا. فخلينا نقول مثلا إيش هي الوظائف اللي تم استكشافها للمدى القريب. عندنا الطائرات بدون طيار، فإحنا محتاجين مراقبين لمراكز الطائرات بدون طيار. عندنا البلوك تشين مثلا والعملات الرقمية، معناها إحنا عندنا مصممين ومراقبين ومتابعين ومحللين بيانات. عندنا مثلا خلينا نقول الروبوت حيبدأ يتواجد بشكل مكثف، وقبل أتكلم عنه تواجد الروبوت، حتى الأطباء ممكن يقول لك بعضهم حيجروا بعض العمليات فمشغلين للروبوت. في بعض الوظائف اللي هي حتختفي تماما، اللي هي بتكون معتمدة مثلا على خليني أقول لك على مثلا مهنة ممكن تكون قديمة ما فيها ابتكار معين، مثلا ساعي البريد ممكن أنها هي حتختفي خلاص. اليوم التكنولوجيا، التحول أو التغييرات زي ما قلت، والمتغيرات جعلتنا أنه إحنا نسعى أنه إحنا كمان نتحول تحول رقمي. ساعي البريد ممكن كمان، يمكن الكاشير، الوظائف معتمدة على التقنية أكثر من على التحول الرقمي، معتمدة على كمان أشخاص، وأشخاص ممكن يكون هم مهتمين بهذه التقنية فيتحكموا في هذه الروبوتات، خلينا نقول، أو التقنية الحديثة والتكنولوجيا. صحيح صحيح. لا تنسي كمان أنه عندنا رؤية 2030 أوجدت وظائف من بعض القطاعات اللي هي استحدثتها الرؤية، يعني مثلا صندوق الاستثمارات العامة، برنامج التحول الوطني، برنامج جودة الحياة. يعني في عندنا عدة برامج، أو عندنا يعني بعض القطاعات اللي هي أوجدتها رؤية 2030، فبالتالي طبعا والتحول الرقمي. طبعا ازدهار، يعني الحديث معك جدا جدا شيق، وانا مره معجبه بشغفك ووصولك لهذا المنصب اليوم وهذه المكانه اللي انت فيها. ولكن قبل ما اختم معك، ما حقدر اسيبك تروحي من غير ما ناخذ استشاره مصرفيه، خصوصا انك محلله للاسواق الماليه. ايش تنصح السيدات اليوم في ظل ما تعيشه المملكه العربيه السعوديه من ازدهار اقتصادي كبير؟ خاصة السيدات، يمكن يعني السيدات أكثر ناس يمكن هذه الأيام محتاجين للتوعية المالية. يمكن صحيح. أنا خلال 11 سنة في المصارف شفت السيدات كيف يعني عندهم يمكن كان شوية الاحتكار، يعني احتكار الرجل لمعظم شؤوننا يعني في الحياة. أكيد أكيد قبل ما نبغى نزعلهم احنا، خلينا نخلص على خير ونطلع عشان ما يزعلوا مننا. بس حقيقي اليوم المرأة أنا أتمنى أنها هي تسعى شوية. اليوم كمان أصبحت الإغراءات، التخفيضات بشكل مبالغ في مواقع اللي احنا بنشوفها، دخولنا على الانستغرام كل شوية بتلاقي الباب جيتك يعني شحنة أو صح. فأنا أعتقد أنه اليوم مسؤولية المرأة أو ربة الأسرة أنها هي تكون هي حريصة الادخار، الاستثمار، الدخول بالعكس في أسواق المال. لازم الوحدة توصل لمرحلة تبدأ عالية، تبدأ بلاش نقول يعني هي مش مخاطرة ولا مغامرة. طبعا أسواق المال أو الأسهم فيها مخاطرة، بس ودنا مش كل شيء أنه المرأة تعتمد فيه. بدي قرض، ممكن أنه زوجها يروح يسأل عن القرض وكل شيء. لا، أنت لازم تكون أنت بطاقة ائتمانية، تعلمي كيف أنك أنت تعرفيها، أعرفي كيف أنك أنت تديري التخفيضات تحديدا. يعني أنا صرت طول السنة أشوف تخفيضات كل يوم، أصبحت التخفيضات ما عاد في مواسم. هي ثقافة الاستهلاك هي اللي أصبحت للأسف مستحوذة. بالضبط. ازدهار فخورين جدا بك، وأنا والله بالعكس فخورة فيكم. يعني اليوم شايفة ما شاء الله أربعة سيدات متمكنات، ابتسامات، يعني بالعكس هذا الشيء اللي احنا نطمح له. الواحد بيشوف، وإن شاء الله بإذن الله مش أنا بس،
كل سنة يكون منتدى الرياض الاقتصادي بكل مكان للجميع. أكيد يا رب. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا مشاهدينا، احنا حنطلع فاصل وحنرجع نكمل معاكم باقي الفقرات لليوم.